لذلك أنا لا أستعمل مصائد الأكواب. تلاحظون أزهار جيدة متفتحة بشكل جيد، كذلك أزهار أخرى ضعيفة ربما لن تتفتح بشكل سريع وبشكل كثيف. مرحبا بكم أصدقائي الفلاحين في هذا الفيديو الجديد. كما تلاحظون اليوم التاريخ اليوم هو 24 أبريل، نحن في فصل الربيع ونلاحظ إزهار بعض الأشجار بما فيها شجرة التفاح مثل هذه. كما تشاهدون إخواني في الأغلب لا وجود لحشرة السيتوان، لذلك أنا لا أستعمل مصائد الأكواب لغاية ملاحظة حشرة السيتوان بأعداد كبيرة. إذا لم ألاحظ حشرة السيتوان بأعداد كبيرة فلن أستعمل الأكواب، لأن الأكواب البلاستيكية لونها أبيض وهذه الحشرة بشكل مباشر تنجذب نحو اللون الأبيض، أزهار أو أكواب أو إلى غير ذلك. لذلك قمت بفيديو آخر قبل تفتح الأزهار، فيديو سابق وطلبت من الفلاحين عدم التسرع بوضع مصائد المياه التي هي عبارة عن أكواب بيضاء، وذلك لعدم جذب حشرة السيتوان. يعني في حالة ما وضعت الأكواب البيضاء يعني مصائد حشرة السيتوان وأشجارك لم تظهر بعد، فإن هذه الحشرات ستأتي بشكل مباشر إلى شجرتك وستكون في أتم الاستعداد لالتهام الأزهار حين تفتحها. لذلك أكرر إخواني، ها أنتم تلاحظون هذه شجرة التفاح تفتحت ولا وجود لحشرة سيتوان. لو قمت بوضع أكواب بيضاء لا أتت حشرة السيتوان بشكل كثيف. وسأضع الأكواب حين أشاهد حشرة السيتوان بشكل كثيف، يعني إذا لاحظت عينة أو اثنان أو ثلاثة من هذه الحشرة لا تضع الأكواب أخي وصديقي الفلاح، لا تضع الأكواب لأنها ستأتي بشكل سريع وبشكل كثيف. أما في حالة ما لاحظت هذه الحشرة وقد وصلت إلى شجرتك بشكل كثيف وبدأت في التهام الأزهار، هنا يأتي أو تأتي مرحلة التدخل بوضع مصائد الأكواب البيضاء التي هي في الحقيقة فقط يعني تخفض من معدل الحشرة، في حين لا تقضي عليها بشكل كامل، فقد تقوم بالتخفيف منها في شجرتك لإنقاذ أكبر نسبة يمكن إنقاذها بهذه الأكواب. لذلك لا تتسرع أخي الفلاح وصديقي الفلاح. لا تنسى الاشتراك في القناة وضغط زر الإعجاب ليصلك كل جديد. كما تلاحظون أزهار جيدة متفتحة بشكل جيد، لاحظوا أصدقائي كما تلاحظون، وهنالك أزهار قد سقطت بالفعل، لاحظوا هنا سقطت بتلاتها. ولا أثر لحشرة السيتوان أبدا. بداية سقوط الأزهار كما تلاحظون، وستعقد الثمار يعني ستتشكل الثمار قريبا.
هنا أيضا أزهار تفتحت بشكل كامل وبشكل جيد كما تلاحظون. أصدقائي الفلاحين، لا أثر لحشرة السيتوان، هنالك أزهار سقطت وأزهار في طريق التفتح وأخرى في طريق العقد، يعني ستعقد الثمار. العقد للثمار والتفتح للأزهار، كذلك أزهار أخرى ضعيفة ربما لن تتفتح بحكم إصابتها بالجليد والصقيع في الفترة السابقة. لكن هذا لا يهم، المهم أن لن نشهد الصقيع في الأيام القادمة، خاصة وأننا في منتصف فصل الربيع. لاحظوا مثال هنا، أزهار لم تتفتح بعد. لم تتفتح بعد. في نفس الشجرة نجد أزهار تفتحت وأخرى لم تتفتح بعد وأخرى في طريق عقد الثمار وهكذا. كان هذا فيديو اليوم، لا تنسى الاشتراك في القناة وضغط زر الإعجاب ليصلك كل جديد.